بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق كوسمو في كوالالمبو، نصور غرفة من نوع ستاندرد. طبعا هذا الغرفة للأشخاص الاقتصاديين، لأنها تأتي بدون نافذة، تأتي بسريرين منفصلين، سريرة منفصلة هنا، سريرين منفصلين، دورة مياه مع شطاف في فندق كوسمو في كوالالمبور. هذا الفندق يبعد عن شارع العرب مسافة 5 دقائق بالسيارة. طبعا المكان اللي يوجد فيه الفندق مكان حي، في كثير من الخدمات، مطاعم الكيفسي وغيرها موجودة قريبة من الفندق. دورة المياه فيها الشطاف، وفيها أيضا سيفتي بوكس. هذه شكل الغرفة، لا يوجد فيها نافذة. الفندق طبعا جديد، تم تجديده مؤخرا في 2018. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.